حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم. فعلا الحكمة دي او المثل ده صح. انا ايه اللي يخليني اروح اركب اوبر وكريم ولا اركب اتوبيسات وميكروباصات لما اقدر اجيب عربية صغنططة على قدي؟ اه ممكن تكون العربية مش حلوة، ممكن تكون صيني، ممكن تكون عربية ما يعني هتعذبني، عربية مستعملة مثلا فيها مشاكل ولسه هصلحها. ماشي، بس بجد بجد ان انت بدل يعني يا سلام بقى لو الكلام ده البنت كمان، يعني بنت مثلا انت ترضى ان اختك تنزل وتتبهدل في المواصلات وفي ميكروباصات وفي اتوبيسات وتركب اوبر وكريم مع حد ما تعرفوش، ولا تجيب عربيه على قدها وتمشي بيها تاتا تاتا؟ لا، هات عربيه او هاتي عربيه على قدك امشي بيها تاتا تاتا على مهلك وما تجروش، وحاولوا تعملوا الصيانات في ميعادها. هتلاقوا ان الموضوع ده اوفر كتير جدا من ان انتوا تتبهدلوا وتدفعوا فلوس في اوبر وكريم او تكوسة مع ناس ما تعرفهمش، مع ناس مش عارفين هيسوقوا ازاي. ما هو كل الكلام ده برضو لا، يعني انا عن نفسي لا، ما يعني ما تبهدلش في المواصلات، ولو معايا مبلغ صغير اجيب على قده عربية صغيرة، وبعدين لما ربنا يكرمني بقرشين كمان ابقى ابيع العربية الصغيرة واجيب عربية اكبر منها، صغيرة بس اكبر منها شوية، وبعد كده ابيعها وهكذا لغاية اما في يوم من الايام اركب العربية اللي نفسي فيها. انما بلاش قصة ان لا انا معايا 100,000 جنيه، انا معايا 50,000 جنيه، انا معايا 30,000 جنيه، لغاية معلش يعني لغاية 10, 15, 20,000 جنيه تقدر تركب عربيات مستعملة على قدها. فلا يعني تجيب عربية طبعا على قدك تمشي بيها امورك، لو لا قدر الله حصل اي ظرف في اي وقت يبقى في عربيه تحت رجلك تتحرك بيها، تروح مستشفى، تروح دكتور، حد من صحابك حصل له حاجه تروح له على طول. لكن ان انت تقول لا انا ما اجيبش بالرقم ده واستنى لما الرقم يبقى اكبر، فاحب اقول لك لا، يعني حمارتك العرجه ولا سؤال اللئيم. يعني اتعكس كده على عربيه صغيره ومشي امورك بيها وهودها تاتا تاتا وسايسها وخلي بالك منها، احسن بكتير ما تتبهدل في المواصلات والسكوتر اوبر وكريم والميكروباصات والاتوبيسات، بالذات لو الكلام ده البنت، يعني بالذات لو لبنت. البنات دلوقتي يعني المواصلات بقت بالنسبه لها حاجه مش لطيفه وخطر. ربنا يعني يسترها علينا جميعا، ويا رب ربنا يديكم الخير ويبعد عنكم الشر، ويا رب دايما يكتب لكم الخير. برضو قبل ما تعمل اي حاجه صلي صلاه استخاره، وان شاء الله ربنا ينور بصيرتك ويخليك تعمل اللي فيه الخير ليك ويبعد عنك اي شر. شكرا.